هذه الأزمة، نعالج هذه الأزمة. أنا أفتكر من المواقف اللي عمري ما انساها، وكأني كنت حاضر، كان سيدنا عبد الله ابن عمر له ولد كان شاب جميل جدا 20 سنة، وبعدين الولد خديته الحماسة في يوم وقال المفروض النساء لا يصلين في المسجد ولا يخرجن في الشارع أساسا. فقام سيدنا عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالابن بقى، ابن عمر الشاب ده، قال: لا يا بابا، اطلعوش ولا يصلوش. قام عبد الله بن عمر، وده ولد وراجل طبعا كرم الله يعني رضي الله عنه وكرم وجهه طبعا كل الصحابه يعني مش علي بس، شوفوا في حياته كان هيموته، وهو راجل رقيق جدا واب غير عادي، ومسكوا من هنا خنقوا وهو في حاله من الذهول. قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول؟ لا، ما يطلعوش. واتفك منه بالعافية. وكانت أزمة في بيت ابن عمر، لأنه أنا قلت لك قال صلى الله عليه وسلم، ما فيش إلا سمعنا وأطعنا. قال الله يبقى سمعنا وأطعنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا.